الاسم ديالي خولة الحاوي من مواليد 2002، مزدلجة بأركان. كيفاش كانت البداية ديالك في رياضة التايكواندو؟ البداية ديالي كانت بواسطة الأب اللي شجعني باش ندخل نمارسو، وأصلا كان في الصور ديالو مارس عدة رياضات منها رياضة التايكواندو اللي كان متفوق فيها. وشنو هي أول مشاركات ديالك؟ أول مشاركات ديالي كانت أغلبها في مدينة وجدة، اللي كنت نحسب فيها مرة المرتبة الأولى مرة المرتبة الثانية، وهذه المرة شاركت في المباراة الدولية اللي دارت في المنطقة الدولية التي أقيم بأبركان يوم 15/16، احتلت فيه المرتبة الثانية. يعني واش يعني أنت الطموح ديالك، واش ما هو الطموح ديالك مستقبلا؟ الطموح ديالي أني نشرف بالبلاد ونشرف بالبا اللي شجعني باش نمارس هذه الرياضة. يعني واش كاين يعني برامج، كاين مقابلات جايين، كاين دورات، احكي لنا شوية على الجديد ديالك. كاين مباراة جاية بزاف في بزاف ديال المدن اللي غادي نمشي لهم. لحد الآن يعني الصعوبات اللي تلقيتيهم في هذه الرياضة، يعني واش التنقل، واش من المشاكل اللي عرفتيها؟ يعني المصاريف كيتكلف بهم، شكون كيتكلف بالمصاريف التنقل، شكون كيتكلف بالكسوة، بالونترينمون، بالخلاص ديال لاصال؟ المصاريف النادي ديالنا هو اللي كيتكلف بهم، هو الأب ديالي، كتكون شي مباراة ولا شي حاجة. بالنسبة للبطولة الأخيرة اللي شاركتي فيها، كيفاش كان الأجواء، وكيفاش كان المشاكل، وكيف كان التنظيم، المنافسة كي كانت؟ البطولة الأخيرة ديالي اللي دارت في بركان كان من حيث التنظيم كان ترشيم وهدف من حيث المدربين والحكام، كانت مباراة جد يعني صعيبة شوية من قبل المتنافس المتسابقات، وكنت أنا في السبب اللي خلاني نخسر بجيت في المرتبة الزوجة، يعني دخلت لي شوية ديال دهشة في المباراة الأولى. مزيان في الثاني محل فاش نحط يعني باش نربح، والنتيجه ديالي طلعت 16/20 مقابله. وشكون يعني الناس اللي وقفوا معاك والمجهودات اللي كتبذل باش توصل لديك المرحله، شكون الناس اللي وقفوا معاك؟ كانت يعني باش توقفت في هذه المرحله كانت من قبل الاستاذ ديالي الدكتور محمد عبد الرزاق اللي ساندوني ووقفوا معايا باش يعني نوصل لهذا يعني اللعب ونوصل المرحلة. كاين شي رسالة للمسؤولين على ود هاد الرياضة؟ كما كتعرفو الرياضة ديالنا و الجمعية ديالنا كتوقف معنا من المستوى المالي يعني وكتوقف معنا، ولكن هي جمعية جد فقيرة، يعني كنوصل رسالة للمسؤولين أنهم يوقفوا معنا ويوقفوا بجانب المدربين ديالنا، مع كل الشغل المدرب عبد الرزاق والهداوي اللي وقفوا معنا بزاف، واخا كان يعني مشاكل مالية ومن حيث يعني ما كانوش تما حوايج اللي بحال بروتاج ويعني ما كانوش كاملين. نقص التجهيزات. نقص التجهيزات يعني دابا رسالة ديك للناس اللي كيتبعوك. رسالة ديالي انهم يعني يساندوا هذا من قبل المسؤولين، يساندوا الجمعية ديالنا والجمعية ديال وكل يعني الرياضيين اللي بحالنا هكا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم الحاوي اليماني، من مواليد سنة 1964 بأبركان. المهنة موظف، والهواية رياضي، وأحب الرياضة. سي الحاوي، ممكن تعطينا نبذة عن البداية ديال خولة الحاوي؟ أولا وقبل كل شيء أتقدم بالشكر الجزيل للمواقع الإعلامية المحلية وعلى رأسها بركان 49 اللي أعطانا ومنحنا الفرصة باش نتلاقاو هذا النهار هذا
لنتكلم بعد قليل وبإيجاز عن هذه الموهبة الرياضية اللي هي خولة الحاوي الإبنة ديالي. الرغبة ديالها الدخول ديالها لهذا الرياضة وهي كانت البادرة من عندي لأنني أحب هذه الرياضة ديال التايكواندو منذ الصغار ديالي وبغيت نخلي الخلاف في هذا المجال ديال رياضة التايكواندو. السي الحاوي كي يعني البداية ديالها والمشاركات ديالها كي كانوا في الأول وكيفاش وصلت أنها توصل لهذا المستوى أنها تشارك بطولة عالمية دولية؟ في البداية كانت البداية ديالها الانطلاقة الرياضية والمشوار الرياضي ديالها بمنطقة تزاغين وبالخصوص بواحد المدرب اللي هو السي أحمد عنده واحد المحل لرياضة التايكواندو بتزاغين وكان عدة إكراهات عندها في التدريب بهذا التزاغين وقررت إن شاء الله باش نحولها لسيدي سليمان وبالخصوص عند السي الهداوي والسي عبد الرزاق اللي كينتميو للجمعية ديال أشبال إفريقيا للثقافة والرياضة سيدي سليمان والحمد لله هاد المسؤولين الرياضيين اللي خدموا ما في الوسع ديالهم أعطاو ما في الوسع ديالهم وعملوا مجاهدين واجتهاديين باش يوصلوا عدة ألقاب كيمثلوا البلدية ديال سيدي سليمان الشراعة والإقليم ديال بركان والحمد لله وصلوا أبطال اللي احتلوا المرتبة الثالثة عالميا في رياضة الكاراتي ورياضة التايكواندو كذلك اللي هذا الإبنة ديالي حققت عدة ألقاب كلها كترجع لهذه المدربين اللي كيرجع لهم الفضل شاركت في عدة مقابلات وكلها كما قلت هي كانت مدينة وجدة احتلت المرتبة الثالثة واحتلت المرتبة الثانية واحتلت المرتبة الأولى إلى حين جاء هذا الملتقى الدولي اللي تقام بمدينة أبركان يوم 15 و16 وحققت فيه واحد النتيجة اللي هي جد إيجابية شرفت الجمعية ديال أشبال إفريقيا والإقليم ديال بركان والمنطقة ديال تزاغين كذلك. السي الحاوي كما هو معروف خاولة يعني بطل متعددة المواهب، واش ما كتشوفش بأن هذيك يعني المشاركات ديالها سواء في العلو الريفي ولا رياضات أخرى كيأثر على المسار ديالها في رياضة التايكواندو؟ في الحقيقة هذا هو المشكل اللي راني كنعاني منه كأب ديال هذه الموهبة، لأن جمعت لي ما بين الرياضة ديال التايكواندو ومؤخرا تبعت ألعاب القوى اللي في الحقيقة أنا كنشوفها كموهبة كذلك في ألعاب القوى نظرا للنتيجة الجد إيجابية اللي حققتها في الماراثون اللي نظمته جمعية شباب تزاغين للتنمية والبيئة والتضامن مؤخرا واحتلت المرتبة الأولى وهذا كذلك أنا في الحقيقة كيفرحني وكيفرح المنطقة ديال تزاغين بصفة عامة. أنا كنشوفها غادي تلقى إكراهات لأن عندها ازدواجية ما بين ألعاب القوى ورياضة التايكواندو ولهذا أنا غادي نخلي لها لحد الساعة غادي نخلي لها الفرصة باش تكون إن شاء الله هي اللي غادي تحدد الاختيار المصيري ديال هاد الرياضة بجوج إما الرياضة ديال التايكواندو وإما ألعاب القوى. السي الحاوي يعني برامج مستقبلية بالنسبة البطلة خاولة؟ البرامج المستقبلية هذه في الحقيقة غادي تكون برامج مسطرة من لدن المسؤولين ديال الجمعية ديالها اللي هما أدراب هذا البرامج اللي عندهم راهم مسطرينها سنويا. أما بالنسبة لي البرنامج الوحيد اللي عندي وهو الدعم الكافي لهذا الشاب هذه باش إن شاء الله توصل لشي مرتبة اللي تشرف الإقليم ولماذا تشرف الوطن بصفة عامة. السر الحاوي يعني بالنسبة
اكبر المشاكل اللي كتعاني منهم الرياضه عموما بمدينة بركان، ورساله للمسؤولين ورساله للناس اللي مكلفين بالرياضه. وفي الحقيقه هذا سؤال جد محرج، ربما هذا السؤال هذا غادي يرجع كما كيقول المثل سوف ينقلب السحر عن الساحر. ربما غادي يتقرع لي انا بعد كمسؤول في البلديه ديال سيدي سليمان. والرياضه بصفه عامه في الاقليم ما غاديش نقولوا راه عندها سلبيات كثيره بغض النظر لما حققوه الابطال القادم نتاع النهضه نتاع بركان، من بينهم البطل العالمي هشام القروج والملاكم اللي هو خلى بصمه ايجابيه من ذهب في الاقليم للملاكم احمد بن جدو، وكاين ابطال عديدين في العاب القوى في رياضه الكاراتيه في التايكواندو. واش غادي نقول لك، الاكراهات عديده، وهذه الاكراهات خصنا نلقاو الحلول اللازمه للمواهب والطاقات الرياضيه المحليه ديالنا. الاكراهات اللي كتعاني منها هذه المواهب الرياضيه في سيدي سليمان، على سبيل المثال عندنا مواهب في العاب القوى، عندنا مواهب في كره القدم، ويكفيك الحال المواهب والطاقات اللي كنشوفوها مهمشه وهي الفئات الشابه اللي كتمارس اللعبه ديال كره القدم. والحمد لله المجلس السابق عمل ما في الوسع ديالو باش يحقق ويفرج بعض المرافق الرياضيه اللي تعود بالنفع على هذه المواهب وهي ملاعب القرب. وهذه الملاعب القرب هذه كانت الاهداف ديالها وهي تشجيع الفئات اللي كتعاني من الاقصاء والتهميش، وهذه هي الرساله ديال صاحب الجلاله نصره الله في المناظره الوطنيه اللي كانت قامت مؤخرا تشجيع هذه المواهب. واذا به احنا كنشوفوا المواهب ديالنا سيدي سليمان كتشوف واحد النظره في هذه الملاعب ديال القرب على اساس انها ملاعب البعد وليس ملاعب القرب، لان الاستفاده على ما كنشوفوا احنا ما كيستافدوش منها المواهب ديالنا، كيستافدوا منها ناس اللي في الحقيقه هما كيديروا الممارسه الرياضيه ديالهم للصحه ديالهم وليس ما عندهمش شي هدف لرفع الرايه الوطنيه او لا القميص البركاني او لا الوطني. السر حوي رساله للاباء اللي ما كيخلوش يعني ما كيدخلوش الرياضه للحياه الابناء ديالهم. وفي الحقيقه هذا كما كيقول المثل العقل السليم في الجسم السليم، وهذه الرساله نجمو نوصلوها لاي اب ولاي ام ولاي اخ واي غايور على هذه الرياضة هذه، وخصهم يلحقوا على الأبناء ديالهم باش يدخلوا لهذا الميدان ويمارسوا هذه الرياضة كيف ما كانت ألعاب القوى، تيكواندو، كاراتيه، سباحة، أي رياضة خصهم الأباء ديالهم يشجعوهم، لأن هذه الرياضة هذه كتنمي الذاكرة ديال الطفل وتساعده حتى في الحياة اليومية ويسد حتى ذاك الفراغ اللي ربما من مور الدراسة كيوجد واحد الفراغ ولكن ينجم يسدو من هذه الرياضة هذه، ولما لا باش يرجع إن شاء الله حتى هو بطل عالمي. السر حوي كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة ديالي أخي أن كان نجدد الشكر للموقع ديالكم اللي عطانا هذه الفرصة هذه وتحنا هذه الفرصة باش نعطيو حتى الرأي ديالنا محليا. كنقدم الرسالة ديالي للمسؤولين المحليين باش يعطيو الاهتمام الكامل لهذا المواهب وهذه الطاقات الرياضية اللي عندنا الحمد لله بالإقليم ديالنا واللي كتعيش عدة إكراهات في المعاناة ديال الملاعب، في المعاناة ديال التنقلات لخوض المباريات كيف ما كانت رسمية أو شبه رسمية.
ونشكروا كذلك الناس اللي عندهم غايورين على هذا الرياضه بصفه عامه واللي كيعطيو الدعم اللازم وشكرا.